السلام عليكم لا فامي ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير الاصدقاء ديالي. غادي نخليكم مع التحركات ديال يوسف النصيري اللي اليوم سجل الهدف الثاني ديالو على التوالي، وبعد التصديات ديال ياسين بورو. باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه. ما تنساوش تشجعونا بلايك، لان اللايك ديالكم هي اهم حاجه. اصدقاء ديالي وخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال يوسف النصيري اللي اليوم قدم مباراه كبيره وسجل هدف براسيه رائعه جدا، والتصديات ديال ياسين بونو اليوم اللي تسجل عليه هدف عن طريق ضربات الجزاء. اصدقاء ديالي والناس الجداد، مرحبا بكم في القناه. اللي ما مشتركش في القناه كنتمنى يشارك ويفعل زر ديال الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا. اصدقاء ديالي، كنتمنى تعطيونا التعليقات ديالكم على هاد التحركات هذا والهدف ديال يوسف النصيري، وتشجعونا بلايك ديما. اصدقاء ديالي، تهلاو ليا في راسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا في شي فيديو احسن من هذا. كيف العاده كان معكم خوكم انوار برو. ما تنساوش الشعار ديالنا كيف ديما اللي هو لايك، والسلام عليكم.